طب ايه حكايه بطه دي؟ دي كانت نزوه في حياته. اصل في حبه ايام كده كان زعلان مع ماما ميمي، قام الست بطه احتوته اتجوزها سنه، كانت احلى سنه في عمره كله. كان مديها بقى العقد ده اللي في البجله هديه بتاعت الشبكه بتاعتها. العقد ده اصله اثري، ده بتاع الاميره فوزيه. طب هو انت عارف هي ساكنه فين بطه دي؟ طبعا عارف. كان هنا الجد بطه ساكنه في سيتي ستارز؟ لا، البيت بتاعها كان هنا. يا سلام يا سلام يا اولاد ذكريات. البيت ده كان جميل جدا جدا، وليه جنينه كده كانوا تملي يلعبوا فيها سوا، وفي كشك وكلب، كلب صغير اسمه كان تملي. انا مش فاهم ليه بس بيهدوا البيوت القديمه الجميله دي ويروحوا حاطين مكانها الخرسانه دي. مش ممكن، بلد كلها بقت غابه من الخرسانات. هو انت اخر مره جيت هنا كان امتى يا عم بود؟ من 40 سنه بعد العبور على طول. اوكي، طب نسال مثلا الجيران يمكن يقولوا لنا عنوانها فين. جيران مين يا حبيبتي؟ بيقولك ما جاش من 40 سنه، يعني اصلا ما كانش في مدينه نصر. طب هنلاقي فين الجده بطه دي؟ هو انتوا عاوزين الجده بطه نفسها؟ امال ايه يعني؟ الله، ما تروحوا لها دار المسنين. دار المسنين؟ ايوه، ما قاعده في دار المسنين. ايه ده؟ طب انت ليه ما قلتش من الاول انها في دار المسنين؟ ما انتوا قلتوا عاوزين بيت الجده بطه، جبت لكم بيت الجده بطه. انتوا لو قلتوا عاوزين الجده بطه نفسها كنت جبتكم على طول. بصوا، انا عاوز الاسئله مباشره ومحدده، اجاوب انا على طول. واضح ان مش جده بس هو اللي حابب يلففنا. تبعت لنا عم بندق كمان عشان يشلنا. طب انت تعرف فين دار المسنين دي؟ ايوه طبعا، ربنا يستر. انت متأكد ان احنا هنلاقي الست اللي اسمها بطة دي هنا ولا ده من تخيلاتك برضو؟ طبعا متأكد، ده انا اللي موصل ستي فاطمة هنا في دار الشيفة بنفسي. ثانية واحدة، دي دار المنى، are you sure؟ واتفر يا بنتي. ايه ده؟ مش ده عم دهب؟ وده ايه اللي جابه ده؟ تعال نشوف. اهلا اهلا اهلا، ازيكم يا بنات؟ ازيك يا عم؟ ازيك يا انكل؟ ازيك يا بندق؟ الحمد لله. ازيك انت عم دهب؟ الله، انت اللي جابك هنا؟ مؤاخذه زياره يعني. تعرف حد هنا ولا ايه؟ ما انت عارف يا بندق، حبايبي يا مؤاخذه كتير. وانتوا عاملين ايه يا بنات؟ هو مش انت سواق البيجو بتاع اللي وصلنا بورسعيد؟ وانت برضو الجرسون بتاع الباي باي درينك بتاع البنسيون؟ وانت برضو نفس الشخص. اهلا 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 وسهلا، ازي حضرتك؟ هو انتوا تعرفوا بعض اصلا؟ مين؟ عم دهب؟ لا، ده انا لسه بقابله بالصدفه دلوقتي. استاذن انا بقى عشان سايب التاكسي لوحده. استنى، افتح العربيه. مؤاخذه، اصل بسيب مفتاح العربيه معاه عشان اما اجي داخل مثلا مفاتيح العربيه يعني ما تبقاش كده يعني. طب ما تسيب مفاتيح العربيه معايا عشان انا مش هستناك في العربيه عشان الدنيا مش شمس. روح الحته اللي مش على مزاجك استناني فيها يلا. طب مش هستناك تحت العربيه عشان الدنيا مش شمس. ما تستناش في اي مصيبه، اتفكر على الله. حاضر يلا. وانتوا جايين تعملوا ايه هنا يا بنات؟ احنا كنا جايين يعني نتفرج على المكان كده عشان لو عجبنا نحجز فيه، لان خالد شريهان حرام كبرت وخرفت قوي. طب هو انا مش كنت قايل لكم برضو اما تكونوا عايزين مؤاخذه اي حاجه تكلموني علشان احلها لكم؟ بس احنا مش عايزين حاجه. بس انتوا لو مؤاخذه تفتحوا لي قلبكم وتقولوا لي على مشاكلكم ايه، انا مؤاخذه احلها لكم على طول. ربنا بيجيب مشاكل يا عم ده. مش القصد مشاكل يا بندق، انا قصدي يعني يكونوا عايزين حاجه، بيدوروا على حاجه، مؤاخذة عايزين يسألوا على حاجة. ما نتحرمش منك يا عمو، يلا بينا بقى عشان نلحق ميعاد الزيارة. زيارة ايه؟ مؤاخذة انتوا مش بتقولوا جايين تشوفوا المكان؟ ما انا اقصد زيارة المكان كده اهو. طب ماشي، هروح انا بقى عشان اشوف اللي مش مستني ده، مش مستني فني ده قبل ما يتوه. انت غبية قوي. اسم الله قوي. هي دي الأوضة يا بنات؟ مدام بطة. ألف مليون سلامة عليكي، مالك؟ إيه اللي حصل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا بنات لسه زيتها من 12 سنة، كانت زي الفل، كانت بتاكل صباطة موز لوحدها. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه اللي حصل لك بس؟ فنان معروف من أربع حروف،
بندق. انت ايه اللي جابك هنا؟ اهلا اهلا اهلا. ازيك؟ اهلا مدام بطه. ازيك يا بندق؟ اهلا اهلا. مين البنات الحلوين دول؟ بناتك؟ لا دول احفاد ميكي بيه. يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه، غلبانه قوي دايما تنسى مواعيد الدواء. بندق ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ لا دول مش بناتي، دول احفاد ميكي بيه. يا حياتي ميكي، عارفين يا بنات جدكو ده كان خلبوس كبير. هي ازاي بتقول على جده بلبوس؟ ما قالتش بلبوس، قالت خلبوس بلاش فضايح. ميكي ده اكتر واحد حبيته في ال 12 راجل اللي انا اتجوزته. هو فعلا راجل بيتحب، الله يرحمه بقى. الله يرحمه. بندق يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام ايفون زميلتي بالشفا يا حبيبتي. زميلتي هنا في الاوضه، ها اصلها غلبانه بتنسى دايما مواعيد الدواء. هي مدام ايفون الدكتور كاتب لها الدواء كل 3 دقايق. ما اعرفش ولا شفت رشيتها. بندق ازيك يا بندق؟ مين دول؟ بناتك؟ لا دول احفاد ميكي بيه. ميكي يا حياتي عليه، بس انا زعلانه منه. زعلانه منه ليه بس يا حاج؟ حاجه حاجه ايه يا جربوعه انتي؟ مين دي؟ دي 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 جربوعه تبقى حفيده ميكي بيه. قطيعه ما تجيبليش سيرته، الله يكحمه مطرح ما راح. حبيبتي دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه. مش عايزه. لا غلبة. لا بقول لك ايه، لا هتاخدي مش يعني هتاخدي، ده انت هتاخدي اتنين المره دي يا جماعه. دي بتقتلها بتقتلها الحب. كفايه كفايه كفايه. بندق ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ بناتي انا وشيرين، وانا جايبهم هنا عشان يزوروكي. اسمعي بقى، احنا جايين عشان نسالك سؤال مهم في موضوع مهم جدا. موضوع ايه؟ العقد اللي ادهولك ميكي بيه فين هو؟ ما انا قلت لعم دهب، هو ما قالكش؟ لا ما قاليش، احنا عاوزين نعرف منك انت بقى. العقد اتبرعت بيه للمتحف. متحف ايه؟ حبيبتي لا ابوس ايدك، سيبي مدام ايفون دي ماتت اساسا، ركزي معانا العقد فين. وانت مالك انت ومال العقد؟ يا حراميه يا بيئه يا جربوعه، انت مالك يا بوليس يا نيابه؟ اصبري بس اصبري بس يا حاجه بطه، ما فيهاش حاجه يا جربوع زي بناتك. انتوا مين انتوا اصلا؟ امشي اطلعوا بره. انا بندق بندق، انا بندق بندق. يا حياتي عليك ازيك؟ بندق كويس، بندق كويس جدا الحمد لله، واحنا مش بناته، احنا احفاد مكاوي اللي هو ميكي الله يرحمه او الله يكحمه اللي انت عايزاه. ميكي بقى اديكي عقد انت حطيتيه في المتحف. متحف ايه؟ طب ما تقولي كده من الاول. متحف المجوهرات الملكيه، ما هو اصلا بتاع الاميره فوزيه. يا حياتي دي مدام ايه؟ حبيبتي حبيبتي افتحي بقك. يلا ايفون ما تغلبيش. بقول لك ايه، الحاجه بطه هتخلي الحاجه ايفون تافور، دي سفت نص الشريط. لا ما تخافيش، احنا بدلنا الدواء بايمان دام. ايفون يلا. دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه، غلبانه قوي بتنسى دايما مواعيد الدواء. انتي مين؟ مبتسمة على ايه؟